السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. كما غادي تشوفوا واحد الفيديو رانا حطيته لكم، راني صبحت اليوم في المغرب وغادي نمشي، غادي نشارك معكم شنو غادي ندير وفين غنمشي وشنو غادي ندير. اول حاجه جيت عند اختي لقيت عندها واحد المفاجاه غادي نشاركها معكم، لكن تبعوا معايا الفيديو ما تمشيو فين ما تزابيو ما والو. مش نقول لكم النفسيه كترتاح صراحه صراحه صراحه، بدات الجو وتصادفت مع السبت والحد ما كلشي ساد الادارات اللي غنجي الشغل اللي جيت عليه مازال ما قديتوش. نهار 2 و3 غادي نمشي نقضي ان شاء الله باذن الله. واليوم كنقول لكم صباح الخير صباح النور، وغادي نشارك معكم واحد المناسبه كاينه عند العائله ديال راجل اختي، وحتى انا غادي نمشي وغادي نشاركها معكم. بصح نطلب منكم ما تزابيوش ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. الى عجبكم مرحبا بكم عند اختكم، تبعوا الفلوق. شوفوا كي صبحت نعست مزيان، ما نقول لكمش عندهم الصاد 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 الصاد، حنا ولفنا الكلمات ديال الليل بارده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم، غادي اول حاجه باش غنبدا بها غنبدا بالحمام. غنمشي للحمام وغادي تشوفوني غادي نشارك معكم الحمام، ومن بعد الحمام غادي نرجع نمشي. المهم ما نحرق لكمش المراحل، ما تمشيو فين، تابعوا معايا الفيديو الفلوغ من الاول حتى الاخر. يعني كان كتفدرتي كيما جاتي هذيك ماشي مشكل. المهم ما نحرق لكمش المراحل، تبعوا معايا شنو غنديروا فين غادي نمشي وشنو هي هاد العراض هادي وشنو كاينه. وكاينه مناسبه كبيره ان شاء الله غادي نشاركها معكم، ما تمشيو فين ما تزابوا. ولا عجبكم هذا الفلوغ هذا ديروا لي لايك وديروا لي بارطاج. لاول مره غادي يشوف القناه ديال اختو تبعي فلوغ يدخل ويدير ابوني مرحبا به، راني في المغرب وكنقول لكم مرحبا بكم عندي. يلا من بعد ان شاء الله ونتلاقى. المهم البنات كما كتشوفوا معايا راني جمعت حويجاتي جمعت طولاتي، غادي نضربها بواحد التحميمه ومن بعد غادي نرجع معكم باش غادي نبدل وغادي نمشيو للعرس ان شاء الله وانتم معايا. المهم كيما كتشوفوا معايا رجعت من الحمام، ما نقول لكمش العقبه لكم ان شاء الله يا ربي. واحد التحميمه غنشوفوا، واحد التحميمه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مكذبش عليك، ما شوف تقريبا جلست واحد الساعه ونص تحميمه ولا في الاحلام ولا في الاحلام. المهم غادي نكمل معكم ان شاء الله الفلوغ. وكما كتشوفوا جيت من الحمام درت واحد التحميمه الحمد لله يا ربي، ريحت كنت محتاجه والله، كنت محتاجه هذا الحمام، كنت محتاجه هذه الراحه، كنت محتاجه نبدل هذا الجو. الحمد لله على كل حال، كل واحد كيشاهد الفلوق تبعي وكل واحد كيعرف راه اللي عارفيني وقريبين مني تهم راه محتاجين وحاسه بهم. العقبه لكم ان شاء الله يا ربي، تحميمه ولا روعه ولا روعه. المهم اليوم غادي نصور لكم نكمل لكم الفلوق. فين غادا كاين عراده فيها واحد المجموعه، كاين واحد العرس، عرس ديال نسابنا خدا بلجيكيه وهو ماروكان، ونعاود لكم القصه ديالها من بعد كي نرجع ان شاء الله. ونعاود لكم القصه كيفاش تلاقاو، وتبارك الله ما شاء الله كادر واصله وخدات يعني واحد في المغرب هو قريب صح ما خد. المهم ما نحرق لكش المراحل، قرا ولكن ما كملش ما خداش خدمته. والمهم غادي ان شاء الله كي نرجع نعاود لكم قصته، ولكن غادي نشارك معكم فين غادي نمشي وشنو عنده وكيفاش غدوز الاجواء. تبعوا معايا ما تزابيو ما تمشيو فين، انا تعمدت باش نصور لكم شنو درت في المغرب هاد 4 جوغ اللي غادي نجلس فيها. مرحبا بكم عند اختكم تبعي فلوغ، تحميمه العقبه لكم كاع اللي كيعرفني وكاع اللي محتاج الحمام وراهم عارفيني. يلا تهلاو فراسكم درك غنشرب واحد كاس تاع اتاي وغادي نريح شويه، عندنا العرس تقريبا غادي يبدا من 5 الفوق. يلا هانتوما معايا. المهم البنات كما كتشوفوا ما نقدرش باش نمشي لابسه، كاين الحال سخون وغادي نتقل. هذه هي اللبسه اللي مشيت بها كما كتشوفوا معايا، لبست واحد السروال كحل واسع، لبست معها سميره، لبست معها باسكيت. ما شفتوا معايا البنات انا وصلنا لدار العرس ووصلنا للحفله، صورت لكم هذا البيفي هذا كما جا، كاين دايرين التمر دايرين الحليب دايرين هنايا دايرين ديسير دايرين الكاطو الحلوى. المهم كما كتشوفوا معايا دخلت لقيت الناس كاينين، صورت لكم هادشي اللي دايرين عند الباب، ومن بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله.
كما كتشوفوا معايا البنات راني صورت لكم القاعه من الداخل بدكم دايرينها في بنوافل البلاد ديالهم، ولكن انا راه دخلت عرفت ما نقول لكمش الصاد الموت الموت والله ما قدرت وخرجت برا باش نصور لكم، ما قدرتش نشد معايا الناس راكم عارفين. المهم غادي نخليكم تشاهدوا هذا العرس، ما قدرتش ندير لكم الموسيقى لحقاش يعني ممنوعه علينا، بغيت نصور لكم كل شيء، بغيت ندير لكم موسيقى كيفاش كيغني وشنو كيديروا. هذيك اللي فاتت معايا قبل مني هذيك اختي كنقدمها لكم، نخليكم مع هذا العرس هذا ونخليكم مع هذه الاجواء هذه، خليكم غادي نوريكم كل شيء الماكله كل شيء اللي كاين، ولكن الموسيقى ما قدرتش ندير ما قدرتش نصورها لكم. هذا نهار تاني باش نكمل لكم الفيديو اللي درت لكم ديال العرس، شاركت معكم في واحد الفرحه وشاركت معكم فيه الاجواء ديال العرس المغربي كيفاش كيدوز. كنقول لكم مرحبا بكم باش تدخلوا تكملوا الفلوغ، وهذا نهار تاني يلا فقت يلا تقهوينا يلا فطرنا، قلت علاش لا باش نكمل معكم الفلوغ لحقاش دخلنا بالليل معطلين ما قدرت باش نكملوا معكم، واني شاركت معكم كاع الاجواء كيفاش دازت وكيفاش غادي تسالي، اني شاركت معكم كل شيء. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفلوغ هذا، كنقول لكم موت العريس مبروك على ولدك والف مبروك من بالرفاهيه والبنين ان شاء الله، الذريه الصالحه ان شاء الله، الف الف مبروك وتشوفيه كيما بغيتي وتشوفي ولاد ولادو. كان عرس زوين، كان عرس شباب، ضحكنا بسطنا درنا كل شيء اللي كان خاصنا، كان خاصنا هذا العرس درناه. المهم البنات صورت لكم الاجواء، صورت لكم كيفاش داز العرس، كنقول لكم مرحبا بكم عند اختكم تتبعي فلوغ، وكنبغيكم كما كتبغوني حتى راه هنايا الصاد الصاد ما كتنعسيش بكري وما كتلقايش راحتك يعني كاين الصاد. وش نقول لكم تهلاو في روسكم عند اختكم تتبعي فلوغ فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، ما تنساونيش من لايك ما تنساونيش بارطاجي عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، والعيد راهي قربات كنقول لكم مبروك عيدكم ومبروك العواشر ديالكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. يلا تهلاو في روسكم، فرصه قادمه ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم.